خدي خدي رؤية، تعالى عايز اقول لك حاجة. رؤية، لا 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 رؤية ممكن اقول لك حاجة؟ قولي سيدتي. رؤية، رأيي أنا، رأيي أنا، ما أنت سديني فرصة بقى أقول، اسمعي، أنا بحذرك، حسك عينك تقولي لأمك وصلك مشاوير تاني، أقسم بالله يا رؤية، لو عملت كده تاني أنا هزعلك، ماشي؟ حبيب خالته، حبيب خالته، حبيب خالته، حبيب خالته، انا جيت في وقت مش مناسب. مش مناسب ايه يا خالتي؟ ايه اللي مش مناسب؟ عايزه تخمن، انا عايزه اتخمن. يا اختي جمال حلو، يا اختي شكر، يا اختي البطوطه دي، الوزه دي، القطه دي، الكلبه دي، يا اختي شوالله شوالله عليكم، مش لاقيين بعد خالص 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 خالص. يا اختي يلا يا عروس، شوفي السجلجل محتاج حاجه ولا حاجه. قلت لك ما تقوليش عروس قدام عشان انا يا اختي شوفي الادب والخجل. يا خلاصي خلاصي، عارفه انا لو ليا ابن ما كنتش لقيت عروسه احسن منك في الدنيا. يا خلاص يا ماما تقولي كده بجد ولا عشان انا بنت؟ انا عمري كدبت عليكي؟ لا بصي بصي، انت ورده مفتحه، اي شاب في الدنيا يتمنى تراب رجليكي. يا خرابي اسم الله عليكي، اسم الله عليكي يا قمر 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 قمر. ايه ده ورده مفتحه؟ ايه ده؟ اسم الله بس بقى بجد. ان شاء الله والله. هو انتوا بتقولوا لبعض ايه؟ انتوا بتقولوا لبعض ايه التلزيق ده؟ هنا يا جماعه، هنا المسلسل ده مش هيخلص، يعني انا مش هنام. ممكن يا خالتي تاخديها وتطلعي عشان عايزه تخمي. بص 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 قمر، ماشي هي قمر، ممكن انام، انام اتخمد، عايزه اتخمد في بيتي. حاضر، ايه رايك؟ حاضر يا سجل، تصبح على خير. وانت من اهل، قولي له يا حبيبتي تصبح على خير، قولي له تصبح على خير. حاضر. وعلى التلزيق، ايه العيله دي؟ ايه العيله دي؟